ريقة. يلا يا سعود هاي. حلو. الدون. يوه يوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان، حياكم الله. رجعنا لكم اليوم يا اخوان مباراة موسم الرياض، المباراة المرتقبة، القمة. نجوم الهلال والنصر يلعبوا ضد باريس سان جيرمان او نجوم العالم. دوسري رونالدو ماريجا بيقودوا التشكيل، تشكيل الرياض ضد مبابي ميسي نيمار، ثلاثي الرعب الاوروبي. المباراه راح تكون اكيد ممتعه، الملعب ممتلئ يا اخوان، الجماهير ما شاء الله، الاجواء خرافيه. مباراه راح تكون تاريخيه طبعا، هاي ما تحدث كل هاي ما تحدث ابدا، ما تحدث ابدا الصراحه. انه يلتقي بالمباراه ميسي نيمار امبامبي راموس حكيمي دوناروما كيلور نافاس كريستيانو رونالدو بيقود نجوم السعوديه اليوم ضد نجوم باريس سان جيرمان. اكيد المباراه راح تكون ممتعه باذن الله. لا تنسوا يا اخوان اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد باذن الله. اوه ميسي 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 والجول الاول، الجول الاول من البولقه يا معلم. شو هذا يا زلمه؟ شو هذا؟ شفت نيمار على الباص؟ وين الدفاع؟ قلبيس الدفاع ولا واحد منهم موجود؟ وعلى الانهاء يا رجل، شو هذا؟ يا زلمه كيف جابها؟ ما توقعت بيجيبها، مسكر عليه الحارس. ودون خاطر اه باص 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 الدون يا حرام يا زلمه. شو هذا باص يا زلمه؟ ليش ما بس باص لماريجا كان لحاله؟ حلوه حلوه حلوه. شوف ماريجا لحاله يا زلمه. اوه ما في شيء، نيمار لحاله تاخر. اوه لا 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 تاخر بالباص يا زلمه. شو هذا زلمه دفاع هيك؟ ما في تفاهم، وكل لاعب من شو هذا دفاع شوربه. العب تعاون تعاون عد سالم. حلوه. ايه يا الله يا حرام، جابها نافاس يا ولد. جوستافو جوستافو تسديده من صواريخه. جوستافو الصواريخ البرازيليه صاحي والله كيلور، والله صاحي كيلور يا ولد. روح يا سعود. ضربه ريناتو شانسيس، كارت اصفر. هاي كارت اصفر ما راح يعطي يا اخي، ما بصير كارت اصفر. لو بده يعطيه كان اعطاه فورا، مو ناوي يعطي، لو تستاهل صفرة. ما كارت اصفر ما واضح. سعود عبد الحميد القاطرة السعودية، قاطرة قاطرة. اوه تقدك لحاله. بامبي 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 خلص. لا لا راحت راحت راحت. اوه يا ولد يا عويس، جابها يا عويس يا وحش والله جاب. اوه وكويش صور المصور دخيل الله، شلون مصورات نيمار نيمار الغدار الغدار نيمار وحش شيل. وكوين بده يروح؟ خط الوسط خط الوسط يا جماعة، خط الوسط ما خمس عندي مش مزبوط أبدا. إيه؟ خط الوسط المفروض قويار ملعب جايبه يا أخي. قويار قويار مع كنو مع كاريو. قويار ليش ما جبته يا أخي؟ ركلة جزاء مظبوط، هو اللي ضرب رونالدو، هو اللي ضرب رونالدو مجد. ركلة جزاء ايه ضرب رونالدو. رونالدو ما احتك معه، هو ضرب رونالدو بوكس، عرفت؟ رونالدو اكل بوكس. دون كريستيانو، ولد يا ولد يا ولد يا ولد، وين حطها له يا ولد يا ولد، وين حطها؟ مثل ضربته على جوفانتوس، حطها بقوة وفوق بالدور الأبطال. واحد واحد يا أخوان، ولعت ولعت الأجواء، ولعت الأجواء يا جماعة. واحد 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 واحد. زين بذكريات الكلاسيكو والله، كان والله كلاسيكو، كأنك تحضر كلاسيكو زمان. رونالدو ميسي واحد واحد. ولد خطيرة. روح سالم سالم. اوه كارت احمر يا جماعة، ما كمل، حمرا حمرا كارت احمر يستحق.
حمرا. كرت احمر، كرت احمر. بيرنات عليه عليه صفرة؟ لا ما عليه. لا لا يستحق حمرا. يستحق كرت احمر. ما خلاه يكمل. كرت احمر. السالم يا سالم، الغزال ينطلق. الغزال السعودي السالم الدوسري. هذا شيء من اول اللعبه هذا بيرنات يزن تحسه مو جاهز. اوه كوما ماركينيوس. كيف تركوه؟ طلع من ورا المدافعين يا زلمه. جوده جوده يا زلمه. شو هذا يا اخي؟ شوف كيف بيفردوا بعضهم يا زلمه بالرفعات. قول يا اخي قول، والله اقسم بالله العظيم حرام. خطر امبامبي امبامبي امبامبي. اوه ميسي. لا 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 لا. يا وحش عويس يا وحش عويس، خرجها يا اخي. ما في لاعب ارتكاز، ما في يا جماعه. شو يا زلمه؟ ما في لاعب ارتكاز دخيل. الله ما في بيلعبوا بمنطقة الارتكاز. انسى بلعب لي اثنين محاور. خالص يا زلمه. جزاء، ركله جزاء. جزاء انا بقول مرمى. انا بقول والله جزاء ضربوا نيمار. ولا بقول فيها ركله جزاء. انا هيك بقول جاسم ركله جزاء. والله يعني ما تنحط يا اخي تنحط. بس انا قلت والله بلكي يتغاضى عنها نيمار اخذها. نيمار بيضيع بيصد، لازم يصدها العويس. المشددين ركلات جزاء بالعالم نيمار. نيمار نيمار خير الله يزن مع برشلونة ضيع يزن. العويس إذا بيركز بضاع ما بيضيع. يلا العويس. نيمار بيستعرض إذا بذاك يتصدها العويس. أنا شو وحش عويس؟ أنا شو قلت لك؟ أنا شو قلت لك؟ أنا أعرف نيمار. أنا أعرف يا أخوي لعبه برشلونة أعرفه. لاعب استعراضي يا رجل. هاي شوطة. يا وحش عويس. أنا أعرف والله العظيم أعرف يا زلمة. ما هو ذكي، ما هو شويط نيمار. روح يا ماريكا. يلا يا سعود هاي. حلو. الدون. يا الله يا جول الدون. الدون التعادل ما يطلعها الا تعادل الدون. يا وحش. يا وحش. 2-2. الله عليك. 2-2. ما تفعل تفوت يا زلمة. ضربة بالعارضة بس الدفاع يا زلمة. ضربة شلون رجعت عدت لي وعدت من بين ثلاث. مين الرضع؟ سعود. سعود يا عمر عليك يا سعود. يا عمر عليك يا سعود على الرفعة. والله العظيم ما هي ودية يا جماعة. والله العظيم لا تموت للودية بصلة. الفريقين إذا بدها تفوز بدها تربح بدها الفوز ولا شيء غيره. شوف سعود عبد الحميد الله. 2-2 يا اخوان. شوط ولا اروع. شوط تاريخي للأمانة. ممكن كل شيء ممكن. تاليسكا طبعا يا اخوان بلعب مكان ماريجا. سلطان الغنام الثالث جاب. يا الله نفس. كيف جاب؟ يا الله جانك. يا حرام يا حرام. كيف جابها هذه يا زلمة؟ كيف انقضها؟ يلا تاليسكا. يلا شوط تاليسكا. يا حلوة. يلا حلوة حلوة حلوة. جانك الكوري طلع طلع وحطها. بس نافاس وردات الفعل كالعادة. نافاس نافاس وردات الفعل الخرافية يا اخوان. حلوة شوط تاليسكا. تاليسكا لا 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 صواريخ برازيلية. صواريخ برازيلية صارت من تاليسكا. والله لو كانت بالشباك كانت مزقت الشباك يا جماعة. أنا قلت راح على الجول. كانت مزقت الشباك في الصاروخ. صاروخ راح على الجول. والله صاروخ طلعت بطلوع. ياه بابي ما بيندك. هذا لازم اثنين يا أخي عليهم مو واحد. معليش معليش لك. شو معليش يا زلمة؟ عاملهم شوارع. شو معليش يا اخي؟ امبابي واحد عليه تحط ما بتزبط. عجيب يا زلمة عجيب. شخد فاته ما حد طلع عليه. يعني امبابي اخطر لاعبين عالم يا زلمة. تترك عليه واحد ما بتزبط يا حبيبي ما بتزبط. حط وين بيتي؟ بيتي مارتينيز وين؟ تاليسكا بيتي وين؟ بيتي بيتي لعبة بيتي هاد الطرف اليمين.
يلا ان شاء الله تسعدي باذن الله. هاتريك يلا كريستيانو. اوه يا الله راموس ممكن زلمه ما في حد يكملها. راموس يمكن شارع رايحه جول فايته جول بالجول فايته والله فايته بالجول. روح الثالث 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 جانج الله عليك. حلوه حلوه ولع على 3-3 يا جماعه 3-3. هو مباشره التعديل ياتي التعديل ياتي مباشره. الكوري بس كيف الكوري جانج يا ولد يا بيتي. الاولى ما زبطت الثانيه بدها تزبط. هو اللي ضرب الكره الاولى وتصدى لها كيلور نافاس. الثانيه ثابته الثانيه ثابته يا جانك انا يجيبها. والله كليان شويط امبابي شويط. يلا يا عويس شويط يا زلمه ما بيضيع مبابي. مبابي يا زلمه احسن شويط بالعالم هذا ما بيضيع حد يا اخي. المشكله المدرب ما قام يحرك ساكن هي بعدين نزل هذا يعني هذا مثل قلته يا جماعه جايارتو اقسم بالله مثل قلته. حط ثلاثة دفاع زلمه لو محاطين رينار خلاص. لو والله جايبين مدرب المنتخب السعودي افضل او مدرب الهلال والله العظيم يا زلمه. هرفي رينار لو حاطينه مدرب احسن. هذا لا يحرك ساكن هذا ما له علاقه بكره القدم. لو 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 لو, لو. حكيمي يوو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 و
بنتي يخرب فناري شو هذا وين حطها صاروخ شو هذا يا سلام كيف انفرج يزيب كل اللعب انفراد شوفون هون 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 غوستاف ودخيل الله اش تعمل يا اخي تاليسكا يبو قد يبو بس 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 حلو يلا كاريو وك راحت يا اخي وين هاي يا اخي ما واحد بيزيد على الثاني لازم تاليسكا شايط اقسم بالله هذا ما تشيس بيريرا يا اخي هذا علي هذا كيف جابوه شو شو ما حد عقول يا زلمه ما حد عقول ضربه جزاء يا زلمه واحد صار له 3 شهور ما بيلعب مع الهلال بيجيب لي على مباراه باريس سان جيرمان قلت اللاعب بخلت لعيبه مش حرام ميشيل دي قالوا ما بيجي مش حرام اي قالوا ما بيجي تاليسكا صاروخ قولت زرعها زرع قلت لك بده يسجل بده يسجل الذيب تاليسكا صاروخ صاروخ من زاويته يا زلمه زرعها زرع يا اخوان هذا ما هذا اجرى يا ولد زرعها زرع البرازيلي هداف الدوري السعودي تاليسكا لازم اساسي يا زلمه يا ولد يا ولد يا ولد تاليسكا نهاية المباراة يا اخوان صفر الحكم نهاية المباراة 5-4 مباراة ولا اروع مباراة ولا امتع استمتاع وكأننا نحضر كلاسيكو رونالدو بيسجل ميسي بيسجل مبابي بيسجل نيمار بيضيع ركلة جزاء الكل بيتألق تاليسكا بيتألق وبيسجل جانجو المدافع الكوري بيسجل مباراة اهداف يعني متعة وإثارة مش طبيعية كروت حمراء ركلات جزاء كل شيء موجود بالمباراة بالضبط كانت مباراة غير ودية الصراحة فريقين كان بدهم يفوزوا مباراة ولا أروع وشوف البليه لحد الآن بتناقش مع الحكم على ركلة الجزاء لحد الآن البليه بيناقش الحكم مباراة ممتعة جدا وإن شاء الله هاي البداية فقط البداية فقط من رونالدو وباريس سان جيرمان قادم بأفضل بإذن الله أفضل راح يكون مباريات أكيد راح تكون السعودية وجهة للعيبة النجوم العالميين وللفرق كمان المشاركة مثل ما شفنا ريال مدريد برشلونة مبارح كان إيسي ميلان وإنتر ميلان اليوم باريس سان جيرمان السعودية صراحة تعمل شغل رائع على مستوى كرة القدم استقطاب نجوم استقطاب فرق كبيرة يعني صراحة باريس سان جيرمان يا جماعة ريال مدريد برشلونة إيسي ميلان يعني فرق عريقة ولها تاريخ بكرة القدم بتجي وبتلعب ومش أي لعبة يعني ولا بالتشكيل الاحتياطي بيلعبوا بالتشكيلات الأساسية كمان صراحة يحسب لهم الشيء بطولة كأس السوبر صار لها قيمة بالضبط من وراء السعودية كونه أربع فرق ونهائي وتنظيم ولا أروع جماهير صراحة يحسب لهم
ملاعب ممتلئة، ملاعب ولا أروع. وصلنا معكم يا إخوان نهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد. تحياتنا لكم والسلام عليكم.